تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض في مطار رفيق الحريري شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأكد الوزير اللبناني أن هذه الشحنة تأتي في وقت مهم جدا بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. نحن هون بمطار رفيق الحريري ببيروت عم نستقبل شحنة وصلت هلأ، اللي هي عبارة عن مستلزمات وأدوية طبية بخصوص جرحى الحرب، تحضرت من قبل منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. هي مساعدة مادية بوسط هالأزمة هاي اللي هي مهمة جدا لحتى هالقطاع، إن كان قطاع الصحي أو قطاع الإغاثي، كذلك يقوم بواجباته تجاه الجرحى أو النازحين.